احنا مرين سعادة وسلطة، مرين حطام الدنيا، احنا حراقنا هدفنا رضا الله. دم الشيخ الشهيد نمر باقر النمر الذي أراقه آل سعود ظلما وعدوانا قبل عامين أبقى ذكراه حية لن يمحوها تعاقب الأعوام وتغير الأزمان في مختلف أرجاء الأرض، ومنها العاصمة البريطانية لندن التي أحيت ذكراه في ندوة حملت عنوان مداد العلماء ودماء الشهداء، وشارك فيها جمع من محبي الشيخ الشهيد ومن السائرين على نهجه. 2 years on after Sheikh Nimr's execution, his memory is still alive. There has been events all over the world in Washington DC, Berlin, Karachi, Melbourne, Australia, and this shows that the message of Sheikh Nimr has become immortalized, and the unjust and his unlawful execution was definitely not his end. رسالة النمر لم تتوقف عند حدود أرض الحجاز بل تجاوزتها إلى البحرين المجاورة التي تمر بذات المحنة التي يمر بها أهالي المنطقة الشرقية. الشهيد النمر هو قائدنا، نحن كبحرانيين نعتبر الشهيد النمر أحد أبرز قادتنا، هو ملهم لنا، نعتبر أننا مدينين أو مدينون لآية الله الشهيد النمر، ونشعر بأننا اقتربنا من الشهيد النمر وتعلقنا وتمسكنا بفكره أكثر حينما استشهد، لأن دمه أريق دفاعا عن البحرين ودفاعا عن المظلومين في كل مكان ودفاعا عن العدالة، وبالتالي تعلقنا بالشهيد النمر ونتمنى أن نتمسك وأن نسير على خطه. وبعد إعدام النمر وثلاثة ناشطين آخرين في ظل سطوة ولي العهد السابق محمد بن نايف، فإن البعض يمني النفس اليوم بتغير في نهج آل سعود على يد ولي العهد الجديد محمد بن سلمان الذي يرفع راية الإصلاح. حقيقة يعني لو كان صادقا لفعل ذلك، لو كان صادقا في رغبته في الإصلاح، في التغيير، في الانفتاح كما يقول، وتغيير وجه المملكة، لكان عليه أن يعني الخطوة الأولى أن يفرج عن المعتقلين، وخاصة يعني خاصة أنه من الإصلاحيين، هناك يعني العشرات من الإصلاحيين الذين كل جريمتهم أنهم يعني قالوا ما يفعله هو الآن أو ما يدعو إليه الآن في وسائل الإعلام، ولكن يعني أنا شخصيا أعتقد بأن هذا الكلام ليس أكثر من مسرحية شكلية. ما يريده محمد بن سلمان ليس تغيير السعودية، وإنما يريد أن يستولي، يستحوذ على السلطة بكل مقوماتها. دماء الشهداء لم تذهب سدى عبر التاريخ، بل إنها تطيح بالطغاة ولو بعد حين، ومنهم محمد بن نايف الذي يجلس اليوم ذليلا سجين قصره بعد أن أزهق الأنفس المحترمة وملأ السجون بالأحرار. تريد تجاهد القاضي، تريد تجاهد المنافق، تريد تجاهد كل القوى التي تضغط عليك، ابدأ بجهادك من ذاتك.